السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة دكتورة بكلية الصيدلة تكشف أسرارا عن ماء زمزم تحت المجهر. أبرزت الدكتورة أمان الشريف أستاذة بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر بعض الاكتشافات حول خصائص فريدة لماء زمزم، وذلك من خلال برنامج أسرار الذي يذاع على قناة الناس. فما هي هذه الأسرار؟ وما الخصائص الفريدة التي تم اكتشافها تحت المجهر لماء زمزم؟ ومن الذي قام بالدراسة والاكتشاف لهذه الأسرار؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. أشارت الدكتورة أمان الشريف إلى بحث علمي قام به العالم الياباني إيموتو الذي قضى وقتا في دراسة التأثيرات الروحية على الماء واكتشاف رسائله الخفية. وأثناء بحوثه قدم له طالب مسلم عينات من ماء زمزم وأكد له على قدسيتها وبركتها عند المسلمين. وبعد الاختبارات التي أجرها العالم الياباني على ماء زمزم اكتشف أشياء مذهلة، فقد وجد العالم الياباني صعوبة بالغة في تحويل ماء زمزم إلى بلورات ما لم يتم تخفيفه بنسبة كبيرة، مؤكدا أن أي ماء يمزج مع ماء زمزم كان يتبنى نفس خصائص ماء زمزم الفريدة. والأمر الأكثر إثارة وغرابة كان اكتشاف بلورات ماء زمزم التي تظهر على شكل زوج من البلورات المتماثلة المتلاصقة، وهو ما علق عليه الطالب المسلم بالإشارة إلى التشابه مع اسم زمزم. ولم تقتصر تجارب العالم الياباني أوموتو على ماء زمزم فحسب، بل قام أيضا بتعريض الماء العادي لصورة الكعبة وأيضا لآيات من القرآن الكريم ولكلمة بسم الله التي نبدأ بها في تناول الشراب والطعام. وأظهرت النتائج أن هذه العوامل الروحية كان لها تأثير في تغيير هيكل الماء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكون شاكر جدا جدا لحضراتكم وجزاكم الله خير.